ووصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا النهارده، واللي هتكون استشاره طبيه تغير سلوكنا، تغير عاداتنا، هيلثي لايف ستايل، وتحويل العادات الغذائيه الغلط لعادات تانيه صح. عادات بنهدمها، عادات تانية بنبنيها ونقويها. سمع أستاذة هند كلام كبير جدا لما بنسمعه، بس بنحس إن الموضوع معقد، كله تحت عنوان بسيط جدا اسمه قاطع الأبيض، وهي مبادرة صحية بتروج ليها ضيفتنا اللي منورانا خبيرة التغذية الدكتورة نهال حافظ. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ منورين. منورك. بصي بقى، علشان أنا يعني أنا مش دايت بيرسون، يعني أنا بحب الأكل قوي على يدي. النهاردة أول يوم دايت، بس بالمناسبة عايزين نوثق الحدث ده، أنا النهاردة أول يوم دايت، ربنا يثبتني. قولي لنا إيه امنع الأبيض أو اقطع الأبيض، المبادرة دي عبارة عن إيه؟ تمام. المبادرة بتاع قاطع الأبيض ده، هو ده مش احنا عاملينها جديدة، هو مش دايت مثلا معين، مش ورقة معينة، مش رجيم معين، هو مش دايت لفترة مؤقتة، هو ان احنا نمنع اي حاجة لونها أبيض. يعني زمان كنا بنقول على السكر والملح السموم البيضة، دلوقتي كمان نضم ليهم الدي الأبيض، ان احنا نمنع اي حاجة فيها ملح، فيها سكر، فيها دي ابيض، فيها نشويات. ان احنا مش هديكي ورقه دايت واقول لك امشي مثلا الصبح كلي بيضه مسلوقه، والظهر كلي كذا، والعشاء كلي كذا، لا، هو ان احنا نمنع نغير عاداتنا الغلط لعادات صحيه. مش هنتخنق يعني، مش هتتخنق. ونفس الوقت ان انا لازم كتير جدا من الناس بتيجي تقول لك ايه، انا نزلت 10 كيلو، نزلت 15 كيلو، نزلت 20 كيلو، وبعد فتره تلاقيها رجعت تاني في الوزن، انها رجعت لحياتها الطبيعيه. احنا بقى فكرتنا، احنا مش فكره دايت مؤقت، احنا فكرتنا ازاي نغير العادات الغذائيه الغلط لعادات غذائيه صح، ان احنا اصلا نغير عاداتنا، وده يبقى اسلوب حياتنا اللي هي الاسلوب الحياه الصحي، الهيلث لايف ستايل. ما يبقاش انا مثلا عامله دايت الفتره دي فخسيت، جيت بعد شهرين لقيت نفسي تخنت تاني، حصل لي فجعه بعد الدايت. هي ده اللي بيحصل عموما لكل الناس، وحتى انا يعني كل واحد فينا بيجي له فتره معينه بتلاقيه زهقان، تعبان، مخنوق، مسافره سفريه، غصب عنك بتحبي بقى الاكل مثلا مع اصحابك، معزومه في حته، مش هتقدري تقولي لي انا همنع الاكل، بس ممكن في حاجات نقاطعها زي الملح والسكر والدي الابيض والنشويات، ان احنا نعيش حياه صحيه، ان احنا عشان صحتنا وعشان مناعتنا وعشان نكون حياتنا مستقره ما فيهاش ابس داون كتير، ان احنا نعيش على الاقل نهتم بصحتنا. بالظبط. طب ليه قلتي نقاطع الابيض؟ يعني ليه ما قلتيش الدهون؟ يعني الدهون دي سبب المصايب والامراض والسمنه وكل شيء يعني. بصي، هو الدهون والله مظلومه معانا، احنا زمان من 40 50 سنه كان يعني اجدادنا كانوا بيستخدموا السمنه البلدي والزبده، ما كانوش كان عندنا سمنه بس مش بالاعداد دي، بس كان عندهم قلب وضغط ويعني امراض، بس دلوقتي الاعداد زايده اكتر، موجوده عندنا برضه، موجوده اكتر يعني. بكتير. لو احنا عملنا اصلا، عملوا ابحاث في انجلترا وعملوا بيبر كتير جدا على الموضوع ده، ان يعني بقى لنا 20 سنه او 30 سنه الموضوع في تزايد مستمر. ده لان احنا منعنا السمنه البلدي والزبده، وبدانا نستخدم بقى الزيوت النباتيه المهدرجه، وبدانا بقى ندخل السكر. يعني احنا منعنا الدهون بس دخلنا حاجات ابشع منها بكتير، اللي هي الزيوت النباتيه، اللي هي السكر، بقى كل اكلنا في زيت نباتي. دلوقتي تقول لك لا، ما تحطليش سمنه، ما تحطليش زبده، اللي هي السمنه البلدي، مش قصدي اللي هي السمنه البلدي البلدي، مش حتى السمنه دلوقتي بنستخدمها نباتيه. فاي حاجه نباتيه بتبقى معظمهم بيبقى حاجات مهدرجه، حاجات فيها دهون مشبعه، حاجات اصلا اضرارها اكتر بكتير من فوائدها. مش فكره ان هي بتتخن، هي بتاثر كمان على الصحه. السكر بقى داخل في كل اكلنا، فبقى الموضوع بالنسبه لنا بقى السمنه بقت بوابه لامراض كتير جدا. بقيتنا نسمع كتير جدا، حتى الاطفال بقى في سمنه اطفال بنسبه عاليه جدا. فاحنا عملنا قاطع الابيض لان الحاجات اللي هي السموم البيضاء او اي حاجه بيضاء مخاطرها اكتر بكتير من الدهون اللي هي الصحيه. انا بتكلم عن الزبده او السمنه البلدي اللي هي حاجات صحيه او دهون صحيه، مش وبكميات معينه، مش عشان انا قلت مثلا ايه السمنه نستخدم البلدي سمنه تمام، فلاقي برطمان السمنه طلع عايزه اروح اعمل حاجه معينه بالسمنه. يعني احنا مثلا ساعات بنقول كله محشي، فنلاقي المحشي حله المحشي طلعت، لا، انا قصدي كميات معينة. كمية أي حاجة على فكرة حتى لو صحية، لو استخدمناها بكميات كبيرة جدا هتقلب لحاجة غير صحية. عارفة بتقولي عليه ده دكتور زي الشوفان مثلا، يعني أنا كنت بفتكر إن الشوفان ده من الحاجات الصحية جدا، وكنت الصبح كده ممكن آخد بورشن كبيرة كده وآكل، اكتشفت إن الشوفان ده كمية كبيرة بيتخن. ده حقيقي. المكسرات من الحاجات برضه اللي تغذيتي كتير بتاخد. هو الحاجات دي مفيدة بس مش بكمية كبيرة، إحنا مشكلتنا في الكميات، يعني إحنا في مشكلتين. النوعيات الاكل رقم واحد، لو تغلبنا عليها بندخل في مشكله الكميات، ان انا مثلا عشان قلت لك السلطه
مفيده جدا، فلاقي مثلا انجر سلطه طول النهار عمال على بطال باكل منه، فده غلط. هو برضو تاخدي منه كميات معينه. بس هو انجر سلطه افيد من انجر رز ومكرونه يعني. ده ماشي، خلينا نبتدي. قطعت الابيض، بطلت دقيق ابيض، سكر، ملح، وهكذا، ايه البديل؟ ده المهم. عشان تعبانة، عشان انا كل ما اتخيل بس بتوتر. بصي، هو انا ده احنا بقى ده اللي جايين نتكلم فيه النهارده. طبعا لما يكون حد بيحب الاكل وحد ممكن يبقى مليان شويه او اكيل، حتى على فكره في ناس اكيله ومش مليانه قوي بس بتحب الاكل، بتحط ملح كتير، بتحط سكر كتير، بتحب النشويات، بتحط دقيق، فما ينفعش مره واحده اقول لها امنعي. يمكن ده اللي بيوقف ناس كتير او بيخليهم ما يستمروش على فكره، يرجعوا ان انا امنع امنع امنع. بتصعبي الدنيا عليهم، بتصعب الدنيا، وخصوصا ان الملح من الحاجات بتدي تيستي. ما انا طالما انا بحب الاكل يبقى بحب الطعم، بحب اتمزج. على فكره ربنا سبحان الله وتعالى خلق الاكل شهوه، هي نعمه، شهوه متعه، نعمة يعني متعه، من احنا زي الشوبينج كده، ما بنحب نروح نعمل شوبينج بنحب ناكل. طب والرنجه يعني. ايوه، الرنجه والفسيخ والحاجات دي كلها هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه ان احنا الملح من الحاجات اللي مضره جدا، الملح من الحاجات اللي اي بي سي كده، ان هي بتحبس ميه، فبتزود الوزن وبتقلل المناعه وبتقلل امتصاص عناصر كتير وبتقلل كمان القيم الغذائيه اللي في الاكل، وفي نفس الوقت بقى بترفع معدلات ضغط الدم وصحه، وبتاثر على صحه القلب والعضلات. فالملح اول حاجه هنستخدم ملح صحي. يعني ايه ملح صحي؟ يمكن ده بقى على السوشيال ميديا موجود. ناس كتير بقت تقول استخدموا الملح الصحي، في ناس كتير لسه مش عارفه ايه هو الملح الصحي. الملح الصحي اول حاجه بيبقى الصوديوم فيه قليل قوي، يمكن اكتر حاجه مضره في الملح هي الصوديوم، ده اللي بيحبس الميه. فهو اول حاجه الصوديوم بتاعه قليل، تاني حاجه نسبه البوتاسيوم فيه عاليه جدا، ودي معناها ان هو هيخلي مستويات السوائل في الجسم مظبوطه، فهيظبط معدلات ضغط الدم، وفي نفس الوقت كمان هيظبط صحه القلب والعضلات. تاني حاجة بقى السكر، السكر هناخده منين؟ من الفاكهة. احنا الملح الصحي ده اللي هو ملح الهيمالايا. الهيمالايا. تمام. حاجة تانية كمان السكر بقى. السكر من الحاجات اللي ما شاء الله، السكر أصلا سبب لجميع الأمراض المزمنة، من أول السمنة لحد الضغط والقلب والسكر وتصلب الشرايين والكوليسترول والحاجات دي. ايوه، ده بسبب ايه معلش يا دكتور؟ يعني السكر هل هو فعلا بيضعف المناعه؟ بيضعف المناعه، ان اصلا أي السكر بس هو اي مرض اساسه التهابات في الجسم، فالسكر اصلا اساس اي التهاب في الجسم. فهو اي مرض في اوله اساسه التهاب في الجسم، فالسكر لما بناكل سكر ده اساس اي التهاب في الجسم. فالموضوع بيتحول من ان هي تبقى حاله يعني التهابيه، اللي بعد كده الحاله بتبقى مزمنه شويه، لحاله مرضيه. فالسكر اساس جميع الامراض اللي موجوده. فاحنا على الاقل بسبب السعاده برضه نسيتي تقولي. ده حقيقي، بس على الاقل ممكن نبدله الاول بالسكر الدايت. تمام، نختار في انواع سكر الدايت كتير حلوه جدا. ازاي بقى؟ اعرف ازاي النوع ده كويس ولا لا؟ لانه في حاجات بتتقال انه سكر الدايت او الاسبرتام وفي مواد مضره، مش عارفه الذره، صح؟ بيأثر على الغده الدرقيه. حلو قوي السؤال ده. كفائتها احسن انواع السكر عموما اللي بيبقى فيها ماده السكرالوز. الماده دي اصلا مصرح بيها من الاف دي اي من الاف السنين. الماده دي زي ما بتدخل الجسم زي ما بتخرج، الجسم مش بيعرف يتعامل معاها ولا يمتصها ولا يهضمها. الميزه بقى في ماده السكرالوز دي اللي موجوده في انواع سكر كتير في السوق المصري، ان هي بتخلي طعم الحاجه، التست بتاع الحاجه اضعاف مسكر اضعاف مضاعفه عن السكر الابيض. أوكي. بكميه اقل. أوكي. يعني لو انا دلوقتي بعمل حاجه حلوه تمام، وهستخدم فيها كوبايه سكر كامله ابيض مع السكر سيسيل او مع سكر اي نوع سكر دايت في ماده السكروز، هتستخدمي ربع الكوبايه، فانا اصلا وفرت، وفي نفس الوقت استخدمت حاجه سعراتها مش عاليه قوي، وفي نفس الوقت نوعا ما بتعودني على طعم بتعوضني عن طعم السكر الابيض. الميزه كمان في سكر الدايت اللي هو السيسيل اللي انا يعني منحازه ليه عشان في ماده السكرالوز، ان هو اي حد بيبدا دايت او بيبقى عاوز يعيش هيلث لايف ستايل، بتبقى مشكلته في السكر ان هو السكر ده بيمرر طعم الحاجات السخنه. دي افتر تيست معين. ده حقيقي. ما اقدرش احطه على الشاي اللي هو ممكن احطه على شاي بلبن. الشاي الساده استحاله. ليه افتر تيست؟ لا، انا لازم بقى اخليكم تجربوا سكر سيسيل، ده من الحاجات اللي مالهاش افتر تيست خالص. بتخلي طعم الحاجه زي السكر الابيض عادي، كمان بتدخل الفرن.
في انواع سكر كتير لما بتيجي تدخليها الفرن بتغير برضو طعم الحلويات والحاجات المسكره. هو مش بيغير الطعم، بيقدر يعني ليه تاثير حراري عالي، يعني بيقدر ان هو بالحراره ما بيتاثرش بالحراره. فاي سكر عاوزين تستخدموه اول حاجه تشوفوا هو مصنوع من ماده السكرالوز ولا لا. طالما مصنوع من ماده السكرالوز يبقى ده سكر صحي او سكر تقدري تستخدميه كبديل للسكر الابيض. وفي نفس الوقت في حاجه تانية عاوزه اقولها، ممكن يعني ممكن غير السكر الدايت، ممكن ان احنا اصلا ناخد السكريات من الفاكهه. ممكن نشرب عصاير بس مش كتير، لان برضو العصاير كترها غلط. يعني ممكن نشرب عصاير. قبل ما نتكلم عن العصاير ده، لو ناس حابه تتواصل معاكوا على السوشيال ميديا، انتوا موجودين على السوشيال ميديا؟ موجودين على صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، على صفحتي نهال حافظ على الفيسبوك. موجودين كمان على انستجرام اون تارجت فارما. هي موجوده اهي يا جماعه على الهواء، دي صفحات ممكن تصوروها اي حد عايز البرودكتس اللي الدكتور قالت عليها او استشارات كمان بتخص التغذيه. مظبوط، ده حقيقي. وعندنا كمان انستجرام نهال حافظ على الفيسبوك، على الانستجرام. ممكن يتواصلوا من خلال الارقام اللي على الشاشه، ولو لقوا الارقام ساعات بيبقى في ضغط مكالمات ممكن يتواصلوا معانا من خلال الارقام اللي على الشاشه على الواتساب. اوكي، طيب كده يعني الكورس ده هايل، بس انا هفضل محتاجاه طول الوقت؟ يعني طول الوقت انا هفضل محتاجاه؟ انت عارفه احنا ما بنحبش نرتبط بحاجه، نبقى بصي اقول لك على حاجه على طول. احنا في عندنا كورسات كتير، انا النهارده هتكلم عن كورس الانسيليوم. كورس الانسيليوم ايه علاقته برضو بالمبادره؟ يعني انا بعمل مبادره مقاطعه الابيض. كورس الانسيليوم فيه كذا ميزه. اول حاجه انه فيه الياف الانسيليوم. طبعا احنا لما بنقول نقاطع الدقيق الابيض هنستخدم مكانه اي حاجه حبه كامله، يعني دقيق حبه كامله، دقيق مثلا ذره حبه كامله، دقيق الياف شعير، ممكن بذور الشيا، ممكن الكنوة، الشوفان. فالياف الانسيليوم اصلا هي عباره عن الياف فيها حبوب كامله معموله بتقنيات معينه بتركيزات معينه. الماده دي نفسها ماده السيليوم هاسك بنجيبها من الهند، بنستوردها من بره، بتبقى معموله بطريقه معينه او يعني محفوظه بطريقه معينه عشان الرطوبه. فهي اول حاجه هي هتعوضك عن الالياف الانسيليوم، هتعوضك عن قطع النشويات او الدقيق الابيض، لان النشويات تديكي السعاده. احنا يعني ناكل رز او مكرونه او اي حاجه فيها نشويات بس انت مبسوطه قوي، تمام؟ السعاده بتاعت الرز تحديدا. يعني وانا على فكره من محبين النشويات، بس ده هيديني احساس مشبع، احس بالشبع. ما هو الالياف مش بس هتديكي احساس السعاده بتاع فقد النشويات، هي كمان الالياف ماده السيليوم هاسك دي بتنزل في المعده بتعمل بالك، يعني بتاخد حيز كبير من المعده، فبتخليكي تاكلي بس بكميات اقل. يعني لو انا مثلا باكل طبق رز هاكل ربع الطبق. فهي اول حاجه الالياف اللي موجوده في كورس الانسيليوم اول حاجه هتحسسني بالشبع. حلو. فهتخليني اكل بكميات اقل. اعتقد ده اهم تاني سبب. طبعا هو احنا مشكلتنا الناس ساعات بتقول لك انا ما باكلش كتير، انا ممكن بس باخد نسكافيه 3 4 5 مرات 3 4 5 مرات نسكافيه في معلقتين سكر. انت ضربتي 10 معالق سكر بالزبط. ولسه احنا ما اكلناش، فانت اوريدي خدتي احتياجك اليومي وزياده. فهي الفكره في ان احنا عاوزين نغير الثقافه شويه، مش بس ان انا اعمل دايت عشان ان انا اخس شويه وارجع تاني، لا انا عاوزه اغير عادات الغلط بعادات صح، بعادات صحيه. فاول حاجه قلنا في الكورس الالياف دي هتحسسني بالشبع، هتخليني اكل بكميات اقل، وكمان هتعوضني عن اللي هو نقص النشويات. حاجه كمان بقى، وهي ان الالياف دي فيها ماده السكرالوز. احنا قلنا ان احسن سكر يبقى فيه مصنوع من ماده السكرالوز. الالياف دي فيها ماده السكرالوز، فحددني الاحساس بتاع الاستمتاع بتاع اللي هو انا خدت حاجه طعمها حلو، انا خدت حاجه مسكره. فهي هتديني الاحساس ده، فهتعوضني عن احساس السكر واحساس النشويات، وفي نفس الوقت هتشبعني. دي بالنسبه للالياف. الكورس كمان بيبقى فيه الناس اللي بتحب القهوه الخضراء او بتحب الحاجات اللي فيها كافيين، فيها قهوه خضراء بطعم الموكا والبندق. دايما القهوه الخضراء من الحاجات اللي هي بتسد النفس، بتسد بتظبط مستويات السكر، فبتخليكي شبعانه لفتره كويسه، وفي نفس الوقت بتعلي معدل الحرق. بس مشكله الناس بتاخد القهوه الخضراء يقول لك طعمها ممرر، لا غير كمان كده برضو يا دكتور، متهيألي برضو مرضى الضغط اعتقد القهوه الخضراء هي برضو ما تنفعش، ان فيها نسبه كافيين عاليه. ان القهوه الخضراء كمان بتبقى فيها نسبه فعلا عاليه، انها بتبقى مش متحمصه، ودي الفايده اصلا بتاعتها. والشرب مواعيد شربها يفضل يبقى الصبح، يبقى الصبح او الظهر. انا عن نفسي بشرب القهوه الخضراء الصبح، بس الميزه كمان ان احنا عاملينها بطعم الموكا والبندق عشان احنا نخلي الناس تحس ان هي مش ايه،
دايما اللي بيبقى داخل الدايت بيحس ان هو في ستريس، مضغوط. مضغوط من ايه؟ من قله الاكل اللي هي لسه هيعملها، يعني بالزبط. لسه ما عملهاش. فاحنا بنحب ان احنا ندي حاجات للناس او اوبشنز للناس ان هي تبقى حاسه ان هي مرفهه شويه. عشان كده بنقول قاطع الابيض ان انا مش بقول لك ورقه اعملي دايت معين، مش بقول لك اعملي مثلا امشي على الاكل ده، لا انا بقول لك هنقطع شويه حاجات وهنبدلها، يعني هنبدلها بالسكر الدايت اللي هو سلسل، هناخد طبعا كورس الاناسيليوم عشان اكيد انا عشان اقطع الابيض ممكن اكون انا مش قادره امنعه، فانا عاوزه حاجه زي اراده. فين الاراده بقى؟ هنا كورس الاناسيليوم هو اللي بيديك الاراده انك تكملي. ما انا لما اخد حاجه تشبعني وتحسسني بالانبساط ان انا باخد حاجه بتعوضني عن النشويات والسكر وابدا احس ان انا خسيت 2 و3 و4 و5 كيلو هكمل لا انا هكمل. هي دي الفكره، ان احنا في الاول بنبقى ما فيش اراده. فانت بتجيلي بتبقي محبطه، لا انا بديكي مش بس بديكي نصايح او بديكي نظام غذائي او بديكي اقول لك مثلا ناكل ايه وما ناكلش، او اقطعي مثلا السكر، اديني بديل يشجعني ان انا اكمل، ان انت تكملي. ان هو في الاول اول يعني اصعب خطوه الخطوه الاولانيه، فعشان كده ساعتها بديكي الكورس عشان يديكي الباور والاراده انك تقدري تكملي. مدته قد ايه يا دكتور الكورس ده؟ بصي مدته هو على حسب وزن كل واحد، يعني انا واحد 100 كيلو غير واحد 80 كيلو غير واحد 60 كيلو غير واحد 70 كيلو، على حسب كل واحد وعلى حسب معدل النزول. وكمان في حاجه، احنا الكورسات عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت قلتي كورس الاناسيليوم فانا لازم اخد كورس الاناسيليوم، لا يا جماعه، هو انا دلوقتي كورسات عندنا متقسمه، يعني لو انا عندي اطفال الاطفال ليهم كورس وامراض المزمنه ليهم كورس اسمه كورس الاناسيليوم العادي، اللي هو بيبقى عباره عن الياف، بيبقى فيه سكر دايت، بيبقى فيه اعشاب المورينجا او الجرين كوفي. طبعا الاطفال مش بنديهم جرين كوفي، فبنديهم الاعشاب أكيد. مع الالياف والسكر. تمام، ده للناس اللي عندهم امراض مزمنه او اطفال من سن مثلا 4 سنين او 5 سنين. أوكي. بياخدوا الالياف مرخص بيها عادي ان هي ياخدوها، ما فيهاش اي سايد افكت، لان عباره عن سيليوم هوسك، ده فايبرز او الياف معروفه جدا، ولو اي حد دخل على جوجل يعمل سيرش وقرا عنها هيلاقي ان هو ما فيهاش اي سايد افكت. طب انا عندي حد مثلا ما عنده مش ما عندوش ضغط ولا قلب ولا سكر، واستخدم منتجات تخسيس كتير جدا، ومر بفكره اللي هي الاكسبيرينس بتاعت الدايت كتير قوي، يعني اللي هو ايه خس مره واثنين وثلاثه، فممكن اصلا يكون في الاول خس غلط، ممكن يكون نزل كتير جدا بس نزل كتله عضليه. أوكي. ممكن يبقى حصل له المناعه قلت، الحرق قل، حصل له سوء تغذيه، فده بيبقى محتاج كورس اناسيليوم مكثف، بيبقى عباره عن الياف معاها كبسولات، الاثنين بيشتغلوا على ان هم يقفلوا الشهيه او يقللوا كميات الاكل، مع ان هم يعلوا معدلات الحرق، مع طبعا السكر الدايت. انا دايما بشجع السكر الدايت عشان حاجه واحده، عشان احنا نصنا يا بنحب النشويات يا النص التاني بيحب السكريات. يعني ما فيش حد مثلا ما سمعتش حد قبل كده بيحب البروتين، بيحب ياكل فراخ، بيحب ياكل لحمه. البروتين. انا بحب البروتين وبحب النشويات قوي، يمكن ماليش السكريات قوي بس بحب البروتين والنشويات. السكريات بس نفكر الناس انه اي حد حابب ان هو يلاقي البرودكتس يلاقي الكورس بتاع الاناسيليوم موجود دلوقتي على شاشه السوشيال ميديا، الاكونت بتاعه فيسبوك وانستجرام والارقام كمان موجوده. خلوني كمان دكتوره عايزه اسالك بقى على حاجه. دلوقتي لعيبه الكوره والرياضيين بيبقى ليهم نظام غذائي مختلف تماما، اعمل ايه لو ابني او بنتي لعيب كوره او رياضي او ايا كانت، ايه النظام الغذائي الصح او ازاي اتعامل معاه غذائيا صح؟ تمام، اللي بيلعب رياضه او بيروح الجيم او كده بيبقى ليه نظام تاني. اول حاجه بيبقى لازم قبل الجيم، حتى لو انا مش يعني مثلا رايح الصبح الجيم وما عنديش وقت افطر، لازم اخد موز، لازم اخد 3 تمرات، ممكن زبده الفول السوداني بس نعملها في البيت، يا ريت ما نشتريهاش من بره، ممكن نبقى نعمل لهم الطريقه بعد كده نقول لهم ازاي يعملوها في البيت. مع توست، لو انا مش قادر افطر الصبح او ما عنديش وقت او عاوزه اتمرن، في ناس كتير بتحب تروح الصبح وانا بفضل اروح الصبح اصلا كمان. فده مثلا قبل ما يروح التمرين. لو انا مثلا هروح التمرين بعد الشغل او كده، برضو ببقى محتاجه ان انا اكون واكله يعني واخده نشويات قبل التمرين مش بعد التمرين. نيجي بقى بعد التمرين بتاع الجيم، لازم اكل بروتين عشان عشان العضلات. سلطه وبروتين، امنع بقى النشويات خالص. كمان احنا عندنا حاجه اسمها ال كرانتين للناس اللي بتروح الجيم عاوزه تعلي معدل الحرق. في ناس كتير قوي بتحب ان هي تعلي معدل الحرق او تنزل اكتر، وعاوز اقول للناس قبل ما اقول لهم على ال كرانتين ان الجيم مش عشان اخس، عشان الناس فاهمه ان انا اول ما اروح الجيم ان انا هروح اخس. الجيم عشان اعلي الحرق بتاعي، عشان ابني كتله عضليه، عشان اعمل شيب،
يعني ان انا اعمل شيب لجسمي، انما ما ينفعش ان انا اروح الجيم واقول الجيم هيخسسني عشان صحتي. واهم بقى من كل ده انا بالنسبه لي الجيم ده حاجه نفسيه مهمه جدا. انا كده بقى انا بحب اطلع الطاقه السلبيه الطاقه السلبيه اللي عندي لما بكون متنرفزه او متعصبه، بروح الجيم بلاقي الباور كله السلبي طلع في الجيم ده فعلا. دي اهم حاجه عشان كده الناس بتروح الجيم بيبقى ماسل بين. طيب ماسل بين بيبقى ايه؟ شويه شويه ما انت بتتمرني شويه شويه بيبقى في ستريتشات، بيبقى في شاور دافي بعد التمرين، بنتعود جسمنا بيتعود كده. استاذه هو في الاول بيبقى صعب وبعد كده بتتعودي. دايما بحب ان يبقى معايا ترينر في الجيم، يعني دايما الناس تقول لك اروح وانا اعرف اتمرن لوحدي ولا لا لا ده غلط جدا، ده مش هيعمل شيب، ده مش هيعمل ماسلز كويس، ده محتاج يبقى معاكي كوتش هو اللي بيقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه. كل جسم مختلف ليه طلبات معينه، ليه شيب معين، ليه تمرين معين، كل واحده عندها فتنس مختلفه، فما تقرصيش على نفسك. صح ده حقيقي مظبوط. احنا للاسف الشديد وقتنا خلص، انا مبسوطه ان انت كنت موجوده معانا. انا مبسوطه اكتر بيكم ويعني يا رب كل الناس بقى تاخد هيلثي لايف ستايل وانا اولهم يعني في الحقيقه. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. دي كانت حلقتنا النهاردة في برنامج الحريفة، استنونا في حلقات تانية كتير.